عندي حبتين من البيض، 3/4 كوباية من السكر، معلقة كبيرة من الفانيليا، معلقة كبيرة من الخل الأبيض، 3/4 كوباية من الزيت، 3/4 كوباية من الحليب، معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وكوبايتين وربع من الدقيق، ورشة ملح. خلاص بس كده، هي دي كيكة الفانيليا. عايزة تستخدمي خلاط أو مضرب، مضرب بيض كهرباء عادي مفيش مشكلة. هنزل بحبتين البيض، يا ريت المقادير بتاعتك تكون بدرجة حرارة المطبخ. خلاص، أي أساس في عمل الكيك، أي كيك في الحياة، بنبدأ بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بنبدأ بالبيض والسكر. طبيعي بيض يبقى هنحط فانيليا. طب الاء نحط فانيليا سائله ولا فانيليا باودر؟ السائله احلى طبعا، النتيجه بتاعتها احلى بكتير. انا هضرب واكمل لكم كلام بس هناك عشان الصوت، عشان ده هيحتاج انه يتضرب شويه. احنا حطينا الخل؟ لا ما حطيناش الخل. معلقه، تمام، معلقه من الخل الابيض اهو. هتشيل معاكي الناس اللي بتشتكي من، بسم الله الرحمن الرحيم، والسكر لازم نضربهم كويس. مهم قوي قوي ان انتي تدوبي السكر، توصلي لمرحله ان البيض، شايفين لون البيض مع السكر لونه مصفر ازاي؟ مهم قوي ان انتي تضربي البيض مع السكر لغايه ما تلاقي اللون بتاعهم بدا ان هو يفتح معاكي، وفي الحاله دي هتلاقي ان القوام بدا ان هو يتقل معاكي. الخطوه دي ما بتاخدش وقت كتير، يعني بتاخد مثلا حوالي 2 أو 3 دقايق. خلاط او مضرب مفيش مشكله، بس اهم حاجه تدي للخطوه دي حقها كويس قوي. تمام، انا دلوقتي سايبه البيض مع السكر يتضربوا مع الفانيليا السائله او الباودر لو مش عندك سائله، ومعلقه الخل علشان الناس اللي بتشتكي من ريحه البيض. خلاص الخل هيضيع لك اي حاجه خالص. طيب تعالوا بقى بينا نشوف المقادير الجافه. هنزل بالدقيق، ومعلقه 2 معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من محسن الكيك. رشه ملح. يا ايه ده؟ صداع، تصدقوا كان عامل صداع. بسم الله، انا دلوقتي نزلت بالدقيق ونزلت بال 2 معلقه صغيره من البيكنج باودر. في اي كيك هتعمليها زودي حاجه مع البيكنج باودر، زودي معلقه صغيره من محسن الكيك، هيدي معاكي نتيجه احلى. خلاص قلبت كده الكلام ده مع بعض. بسم الله، هنشوف كده البيض مع السكر، شايفين لونه افتح ازاي؟ رب يبقى اللون واضح يعني معاكم. هنزل بالزيت، هننزل بالزيت قبل اللبن ونضرب، وبعد كده هنزل باللبن، الزيت الاول ونضرب تاني. نزلت بالزيت ضربت كويس، هنزل باللبن بتاعي وهدي ضربة تاني خفيفة كده. خلاص شايفين، شايفين كمان حجم السوائل اتضاعف ازاي. هاخد بقى الخليط السائل ده
لغاية المكونات الجافة بتاعتنا. وشكرا قوي، مش عايزين الخلاط تاني، لا خلاط ولا مضرب. هتقلبي بويسك او بسباتشولا. خلاص بصوا شايفين الخليط تقل ازاي. طيب بصوا بقى، عادي جدا جدا وانت بتعملي اي كيك ان انت حتى لو ملتزمه بالمقادير، على فكره وارد قوي ان انت تلاقي مثلا ان الخليط تقيل معاكي رغم ان انت عامله الكيكه دي 100,000 مره، عاملاها كتير. ده بيبقى على حسب ايه؟ على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. ممكن قوي في الدقيق بيشرب سوائل عن الدقيق التاني، فانا وارد قوي ان انا الاقي ان الخليط تقيل. في الحاله دي هتعملي ايه؟ هتجيبي معلقه او معلقتين من اللبن وتقلبي لغايه ما الخليط يخف معاكي. هنشوف قوامه دلوقتي. حصل ولقيتيه ان هو سائل رغم ان انت ملتزمه بكل حاجه، هتضيفي معلقه واحده ممسوحه من الدقيق وتقلبي بالويسك وتشوفي. انا بصوا هنا يعني لا، الخليط ده تقيل بالنسبه لي، فهعمل ايه بقى؟ بصوا انا دايما وانا بعمل اي كيك بحط جنبي شويه من اللبن وشويه من الدقيق، اهو كده بالشكل ده. انا كده لقيت ان الخليط تقيل معايا، هنزل بمعلقتين من اللبن، بسم الله، معلقه ومعلقه، هقلب واشوف. طيب حضرتك بقى قبل ما تبداي في الكيك هتعملي ايه بقى؟ نسيت اقولها لكم ان احنا نشغل الفرن. بصوا القوام ده، شايفين القوام ده؟ انا ده بالنسبه لي تقيل شويه، بينزل ببطء. عارفين لو دخلنا الكيكه بالشكل ده هتطلع لكم عامله ازاي؟ هتطلع ايه؟ دايما انتوا تسالوني كده تقولوا لي هي الكيك ليه كابس معانا؟ الكيك ليه ناشف معانا؟ علشان السوائل بتبقى قليله، تمام؟ لكن هتطلع كيكه على فكره عادي، هتبقى مفيش اي حاجه، بس هتلاقي ان هي محجره معاكي شويه، مكتومه. خلاص؟ انا دلوقتي هقلب بالويسك، وانت بتقلبي بالويسك او بالسباتولا، ما نجيش بقى يمين كده وشمال كده شويه كده، لا انت خليكي في اتجاه واحد. خلاص عشان ما يعني نور بتقولي عشان ما نفضيش الهواء، علشان بصي لو احنا عملناها كده معامله البيض انت كانك بتضربيها، يعني ليه هنضيع الفراغات والهواء اللي فيها؟ خلاص فنخليها في اتجاه واحد. بصوا شايفين ده بالنسبه لي حلو قوي. هجيب الصينيه بتاعتي وهجيب الصينيه مدهونه بزبده، مش بزيت. انا مش بحب ان انا خالص ادهن بزيت، هقول لكم ليه بس بعد ما انزل الخليط ده. استنى بتاكد بس بالسباتولا ليه بقى؟ لان احنا ممكن قوي لسه احنا برضو بادئين وبتاع، هتيجي تنزلي بالخليط تلاقي ان في تكتلات دقيق هنا مترصبه كده، هتروحي عادي عادله البوله وتقلبيها بالويسك تاني وتنزلي بيها، دي طبيعيه جدا وبتحصل معانا كلنا. يعني صينيه الكميه دي بتعمل صينيه مقاس ممكن 24 بس هتبقى عاليه شويه وهتبقى حلوه، يعني معاكي ال 24 ل 26 وعلى حسب برضو السمك اللي انت عايزاه. هنزل كده كل حاجة اهو، بس بنزل بالراحة لان البولة تقيلة جدا، فانا يعني ايه. بصوا بقى هنعمل ايه بعد ما احط الكيك بتاعي، انا عايزة اوزعه. هتمسكي الصينية وتروحي ايه بقى، سامعه الخبطه دي، افتكري اي حاجه مضايقاكي، هتأدي اداء عالمي. بصي يعني اداء الكيكه دي هتطلع خطيره بصراحه. طيب انا دلوقتي الفرن بتاعي قبل ما بدات في الكيك شغلت الفرن بتاعي، مهم قوي ان احنا نوصل درجه حراره الفرن ال 200 مش اقل من كده. طيب انا دلوقتي هاخد الصينيه دي وتعالوا ندخلها الفرن. انا هفتح الفرن وعلى طول هدخل الكيك، مش هقعد بقى افتح واقعد اتكلم معاكم ليه؟ علشان انا عايزه افضل محتفظه بحراره الفرن بتاعي. بصوا ما شاء الله حلوه ازاي؟ اهي شايفين؟ لا انا عايزه اطلعها بس يعني يلا بينا بسم الله. اهي شايفين حلوه ازاي؟